وحسن الأدب في المخالطة. أنت عندما تخالط العلماء هناك نوع أدب مع العلماء ينبغي أن تتأدبه معهم، لأنك إن تأدبت مع العلماء بالأدب اللائق بهم أعطوك ما لم يعطوه لغيرك. هي واحد. اثنان، تأدب مع العامة الأدب الذي يليق بهم، لأنك إن تأدبت معهم الأدب الذي يليق بهم رفعوك إلى مكان لن يرفعك إليه أحد غيرهم. وتأدب مع الأولياء والصالحين بما يليق بهم، لأنك إن تأدبت معهم بالأدب اللائق بهم رفعوك إلى الله وأوصلوك إلى منزلة عند الله لا يوصلك إليها سواهم. هذا هو الأدب. بالأدب، بالأدب تنال أعلى الرتب. فالأدب مع العلماء تحصل به أشياء، غير الأشياء التي تحصلها مع العامة، غير الأشياء التي تحصلها مع أهل الله. فأنا وأنت كلانا مطالب بالأدب مع العلماء، مع العامة، ومع الأولياء. وهناك أدب رابع فاتني أن أذكره، وهو الأدب مع النظراء. الأدب مع النظراء، الأدب مع النظراء والمثلاء، الأصدقاء يعني، الأدب معهم. هذا يوصلك، الأدب مع الأصدقاء ومع النظراء يوصلك إلى راحة وسكينة وطمأنينة لا تصل إليها إلا بالأدب مع نظرائك وأمثالك. كل من حولك إذا كنت متأدبا معهم يحبك ويحاول إسعادك وإرضاءك وعدم إزعاجك. ليه؟ لأنك أنت متأدب معه، فهو حريص على ألا يزعجك لأنك أنت المتأدب. فإذا كل أدب، الأدب مستحيل إن كنت متأدبا إلا وأن يعود عليك منه الخير الكثير. الله. وحسن الأدب في المخالطة.